ألف مبروك أستا حسن وألف مبروك أستا علي. أهلا أهلا يا حاج. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، المحل نور. أهلا يا حاج. خطوة عزيزة يا حاج. خطوة عزيزة يا حاج. في الحقيقة يا جماعة أنا جاي وأنا في نص هدومي ومش عارف أعتذر لكم إزاي. بالعكس، ده أنت شرفتنا يا حاج. قول أنا ظلمتكم يا سي حسن، والحمد لله الحق بان وطلعت أنت أشرف من الشرف. الحمد لله. يعني مانيش حرام يا حاج؟ ولا أنا شريك يا حاج. أستغفر الله العظيم، كانت ظلومة من اللي ربنا لا يكسبه الجدع اللي اسمه توفيق. توفيق؟ هو الحرامي، هو اللي سرق الفلوس وسعد شهد عليه، وهو دلوقتي قدام النيابة في سين وجيم. مسكين، ربنا يفك سجنه. فك سجنه؟ ارجع سكيني مزح بطنه. معلش. المهم دلوقتي اقول ولا ما اقولش؟ اتفضل قول يا حاج، خد راحتك. بحبح اخواتك. انا بقى بالعربي كده جاي احط ايدي في ايدكم وناوي والنية لله اخش معاكم شريك، انا بالتلت وانتوا بالتلتين. لا، دي مسألة عاوزة تفكير. تفكير ليه؟ اذا عزمت فتوكل. ده شرف كبير لينا يا حاج، بس ادينا فرصة نتشاور. اديكم بس لحد امتى؟ لغاية بعد الفرح. هو الفرح امتى؟ الخميس الجاي ان شاء الله. يعني بعد 5 ايام يا حاج. على بركة الله. وقررنا تقديم المتهم توفيق عباس للمحاكمة بتهمة السرقة والإفراج عنه بكفالة قدرها 20 جنيها، كما قررنا الإفراج عن سعد إسماعيل فورا بصفته شاهد إثبات على المتهم مع الشاهدة لواحظ عبد الحميد. اخس عليك راجل دون يا صلاه النبي، احسن يا منحط يا منحط. يا صلاة النبي يا أحمد، تمين كل أحمد سار الحلو. فضلوا أهلا 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 أهلا.